زبدت الكلام عمي عايد ما يصلح للشيخة ولا بأي حال من الأحوال. والسبب؟ السبب لأنه ضعيف الإرادة، أمرته حاكميته ومسيطرة عليه، والرجل اللي تحكمه مرة حرام يحكم عشيرة. السبب الثاني هو نفسه ما يريد الشيخة ولا يريد يرجع الديرة. يعني وده يظل عايش غريب طول حياته؟ هيك وده موضوع عمي عايد انتهينا منه. هالساعة ودنا نحكي بالحاضر، انت شاور ونفكر زين قبل ما نسوي شيء غلط نندم عليه بعد فوات الوان. الحالة اللي وصلنا لها تبكي يا ولدي. هقوتي صار عندك علم بكل شيء. اي بالله عرفت كل شيء يا عمي، وهالحين ودي اسمع رايك. وايش رايك نسوي؟ انا فكرت بالموضوع زين، لقيت ما بيه فايدة، لانه ما راح يطلع بيدنا تسوي شيء. لا بالله يطلع بيدنا نسوي كل شيء يا عمي. شلون؟ نجمع العشيرة وننفذ وصات الشيخ عواد. فات الفوت يا شاعر، فات الفوت. الحين القول والفعل بيد كايد. الرجل سبقنا وضرب ضربته، أنا ومسعف انحبسنا وانتهى بحلالنا، وجوه العشيرة بالحبس. اللي يطيع كايد يطلع من الحبس، واللي يريد يخالف حلاله ينتهب وينطرد من العشيرة. والناس وش رايهم باللي صار؟ الناس حين شافوا كايد ذل كبارهم خافوا وقعدوا ببيوتهم. خافوا وقعدوا ببيوتهم لأنهم ما شافوا واحد وقفوا بوجه الظالم وقال له الظلم ما نرضى به. اسمع يا عمي، احنا ما نرفض كايد لأنه كايد، ولا قاعدين ندور على منفعة نتنفع من وراها. احنا غايتنا رضا الله ومصلحة العشيرة، ولأن كايد رجل ظالم وما يخاف ولا هم دور على مصلحة العشيرة وقفنا ضده حنا وابوه. صحيح ولا لا؟ ايه صحيح. الظلم كايد يا عمي ما له حدود. اليوم ذل وجوه العشيرة وباكر ذل كل الناس، وبالأخص إذا ما لقى من يقف وجهه ويقول وقف عندك أنت جوزت حدودك. كلام شهر هو الصحيح يا عم. أدري يا مسعف أدري، بس العين بصيرة واليد قصيرة يا ولدي. لا يا عمي، باكر أرسل بنادي نادي بالناس إنك أنت شيخ العشيرة حسب وصات الشيخ عواد. لا 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 أبدا، أنا ما استلم الشيخ ولا أطلع برات بيتي. يكفي ما جرالي وجرى البنتي من مصايب بعد. لا تخيب ظني وظن الناس بيك يا ابو شومة، ترى الحين انت الرجل الوحيد اللي العشيرة كلها تأيدك وترضى بيك. انت حق مني بالشيخة والناس يحبوك اكثر مني. يا هداك الله يا ابو شومة، لو انا قدمت نفسي اكون خالفت الصحيح يا عمي. شلون؟ ما فهمت قصدك. الناس يظنوا بي السوء، باكر يقولوا شاهر ما عاد كايد المصلحة العشيرة، شاهر عادال مصلحته الخاصة، طمعان بالعز والجاه والمال. وأنا يشهد الله يا عمي ما قصدي غير مصلحة الناس. وأنا أشهد أن نيتك سليمة يا ولدي، لكن أترجاك تبعد عني هالمصيب. أنا رجل كبير بالسن وما أقدر أتحمل فوق طاقتي. يعني هذا رأيك الأخير يا أبو شومة؟ هي يا ولدي هذا رأيي الأخير.
قلت لكم ألف مرة حين حكي الجميع يسكتوا، والكلام اللي قوله اتوافقوا عليه من غير سؤال وجواب، مفهوم؟ اي نعم مفهوم يا طويل العمر مفهوم. ايه تفضل تفضل تمم حديثك. ودي اياك تكونوا عيني بكل بيت من بيوت العشيرة، ودي اعرف كل كلمة تنقال عني كل يوم بيومه، ان كانت الكلمة لصالحي او كانت كلمة ضدي. والله نعم الراية طويل العمر، انت بهالطريقة اتعرف عدوك من صديقك، وتغدب عدوك قبل ما يتعشاك. وليه قطعتني يا حايف؟ ليه قطعتني؟ استأذتني قبل ما تحكي. أتعذرك يا طويل العمر، أنت مطلوب منك إنك تمدحني بقصايدك وبس. عز الله إني ما قصرت مدحك يا طويل العمر، كل يوم أشيل رباتي وأدور بيها من بيت البيت، والشجاعة سويتك عند الناس عن ترى بن شداد وابو زيد الهلالي وبالكرم والجود سويتك حاتم طي، وبالعدل والانصاف سبقت المرحوم ابوك. حياك الله يا شاعر البادي، حياك الله. ودي اسالك سؤال يا حايف. تفضل اسال. حين توصفني بقصايدك بالشجاعه والكرم والعدل، الناس وش يقولوا؟ ما يقولوا شيء يا طويل العمر. ايه ما يقولوا شيء؟ لعاد وش الفائدة من مدحك وقصايدك؟ بعض الناس يدعو لك بطول العمر وديم عليك العز والجاه. ايه وبعضهم يسكت وما يقول شيء. ايه اللي ما يقول شيء معناها يكرهني، وبينه وبين نفسه يدع علي بالموت. طال عمرك ما يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. اسمع يا حايف، ودي منك حين تقصد تلد بوجوه الناس زين، اللي تشوفه عبس وسكت تخبرني عنه بالحال. تامر يا عمي. اي نرجع لحديثنا، وين وصلنا بالحديث يا صايب؟ وين ما تريد يا طويل العمر، وين ما تريد. حياك الله حياك الله. اسمعوا يا الحاضرين، ودي منكم تفتشوا بيوت العشيرة بيت بيت، والبيت اللي تلقوا بيه سلاح تجيبوا لي اياه بالحال ولو كان شبريه. ابشر. ممنوع نقل السلاح الغير الجالنا، مفهوم؟ ابشر يا شيخ. مفهوم. حنا يوم نسلح رجالنا ونجرد ربع الربح من غير سلاح ننام ببيوتنا وحنا امنين. علامكم وايش تهامسوا؟ ودهم يعترضوا على كلامك يا طويل العمر. ودهم يعترضوا على كلامي؟ من هو اللي بده يعترض؟ طال عمرك طال عمرك يا طويل العمر، ودهم يقولوا يعني ان ظل الناس من غير سلاح، كيف ودهم يدافعوا عن بيوتهم وحلالهم ان هاجمنا عدو؟ ايه انا مالي عدو بغير ربعنا، عدو اللي خاف منه واحسب له في حساب موجود هان، انا مالي عدو بغير العشيره. السلام عليكم. عليكم السلام. هان شواح هان. قوموا تسروا لبيوتكم خلاص الجماعه، قوموا يلا قوموا تسروا لبيوتكم خلاص الجماعه، امشوا يا رب. خلك يا صاير ودي اياك. اي تامر. ها وش علومك يا شواح؟ شاهر ومسعف وجماعة من أصحاب المرحوم أبوك شفتهم الليلة من جمعين ببيت سالم. اي وسمعت حديثهم كلمة كلمة. وإيش الرأي؟ أترك كايد وصول وجول على كيف روحه وراح أعمل ديره. مستحيل مستحيل أترك الناس اللي حبيتهم تحت رحمة الرجل الظالم. أبدا ما أتركهم ولو دفعت ثمن حياتي. شاهر علامك تحاج روحك، وش فلاك يا عين؟ لا لا بس كنت قاعد أفكر بيك يا فطنة. تفكر بي؟ بيش تفكر يا عين؟ ودياك تنكسي لأهلك. أنكس لأهلي؟ ليه أنكس يا شاهد؟
ما أقدر أقول لك ليه، هذا سر بيني وبين نفسي. بس أنا مرتك وشريكة عمرك، تخبي علي سرك؟ ما يخالف يا فطنة، الضرورة إلها أحكام. هالحين تسافري لأهلك وبعدين تعرفي كل شيء. لا بالله، ما أرجع عند أهلي لحالي، وش أقول لأمي؟ وش أقول لأبوي؟ اسمعي يا فطنة، الخلاف بيني وبين كايزات كثير، والنوايا مهي سليمة، يعني يا أنا يا هو بالعشيرة، لكن وجودك معي يكتفني، ودي ياش تكوني بعيدة حتى ما يضل بالي مشغل وخايف عليك. أنا قلت لك وحنا جايين بدر، والحين أقول لك مرة ثانية إني أبداً ما بعد عنك، روحي مهي أغلى من روحك. يجوز إن ننحبس، يجوز إن نتشرد بالبراري، يجوز نقتل، وش يصير بحالك من بعدي؟ انحبس وتشرد وانقتل معك، غيره وش تريد؟ إذا ما ترجع إلى أهلك بالهين ترجع بالقوة، أنت اسمعي؟ زين أرجع بس بشرط. قولي. طلقني. سواح كان نصدي طرف الشد وسمع حديثهم كلمة كلمة. ويش سمع؟ عم حايد ما يريد أرجع للديرة ولا يريد استلم الشيخة، وسالم يقول أنا ما استلم الشيخة وأنا قاعد مطلع من برات بيتي، ويكفي الجرالي من مصايب أنا وبنتي. زين الحين سالم صار رجل عاقل، وبقيت الناس يوم شافوني ذليت الروسة الكبيرة وذليتهم خافوا مني وقعدوا ببيوتهم وموتهم غير رضاي عليهم، وما بقي بالميدان غير شاهر. أهنيك أهنيك يا كايد، بلعون إنك فزت بالشيخة غصب عن راس شاهر وكل العدوين. كسرت روسهم كلهم، وأنا قادر أكسر راس شاهر أي وقت وبكل وقت أدوسه برجلي، بس أنت لا تتدخل وتشفع بي. لا يا أخوي أنا ما تدخل، بس ودي أقول لك شيء. قولي. ودي منك جازي جزة كبير. جازي جزة كبير شلون يفصل؟ بالعذاب. ودي منك تعذبه طول حياته، خلوه يتمنى الموت وما يلقاه. يا ريت يا خيا، عز الله مهما سويت فيه وعذبته قلبي ما يشتفي منه. لو تدري وش كثر عذبته حين حرمته من شومه. قلبه تحرق عليها وللحين يتحرق. اسمع يا كايد، انت انتقم منه مثل ما تريد، وانا انتقم منه مثل ما اريد. وش ديش تسوي بيه؟ ودي احرمه من فطنة مثل ما حرمته من شومه. يا حيف عليك يا مسعف، رجل مثلك تهدر المصايب. صدقني يا أخويا شهر، صرت أتمنى الموت حتى أخلص من هالعذاب اللي أنا عايشه. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أحمد الله اللي مصيبتك بحلالك مهي بعيالك، المال يروح ويرجع يا أخوي لكن العيال ما يرجعوا. كايد خذ حلالي، خلاني فقري ومحيلتي شيء. أنا ما سألت عن المال ولا عن الحلال، الرزاق هو الله. هالمصيبة اللي هدت حيلي انزلت بعيالي يا أخوي. عيالك خير وش بلاه؟ حين فكرت أرحل عن عربكم وانهزم من بلا كايد، أرسلت عيالي قدامي على أساس أني أسوق حلالي والحقهم على مهلي. وبعدين؟ كايد دري بالموضوع وقال أبد أبد ما تطلع من العرب، ديك تظل عايش هال وحيد حتى تموت. بسيطة يا أخوي، أنا أرسل رجل يجيب لك عيالك من ديرتكم. كايد رفض هالشي، قال أبد عيالك ما يرجعوا على عربنا، وديك تموت من غير ما تشوفهم ولا يشوفوك. حذ بالله من حكم الظلام. يعلم الله هسه كيف عايشين، ما في من يفوت عليهم برغيف خبز. عيال انقطعوا يا شاهر.
لا تقطع عملك من رحمة ربك يا رجل، بين ساعة وساعة الله يفرج عليك وعلى كل مضايق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شاهر يا شاهر، وش تريد يا صايل؟ الشيخ كايد اريدك بالحال. خلك واقف هان. شهر ليه هرجال مكتفين؟ وش بلاهم يا شوم؟ كاي جابهم اليوم الصبح من بيوتهم ضربهم. وليه ضربهم؟ جاء القايد سألوهم إن كان عندهم سلاح، أنكروا وقالوا ما عندنا، حين فتشوا البيوت لقوا سلاح. ودي أشوفك يا شهر. ودك تشوفيني؟ ضروري يا شهر، أنتوا فتنا بخطر، وهان هان ما قدر حد يشيلك شيء. زين زين يا شومة، بس كيف نقدر نشوف بعضنا؟ اتنى مني خبر. الله يسامحك يا بنت عمي، الله يسامحك. هنيالي المتهوم وهو عند ربه بر. الله أعلم بالنواية يا فصل. اسمعي يا فطمة، انت ما انت بنت عمي وبس، انت اختي ونور عين. صدقيني يا فطنة، لوني لقيت كنز ذهب ما فرحت بيه قد فرحتي بجيتك على العرب. ما في بالدنيا شيء احلى من جمع شمل الاهل بعد فراقهم. والله وانا ما صدقت متى اصل لديرتي وافرح بشوفة اهلي بعد الغربة الطويلة. لكن يا حسيفة، لقيت الاهل متعادين وما واحد منهم قلبه على الثاني. لا عاد ودي اقول لك الحقيقة يا فطمة. حقيقة؟ حقيقة ويش؟ الكلام اللي سمعتيه منه وزعلك ما انت المقصودة بي. لا عاد منه المقصود يا فصل؟ عدوينك يا عيني. عدويني؟ انا توني جيت على العرب، متى صار لي عدوين؟ مسكينة يا بنت عمي مسكينة، وراك عدوة مثل الحي الرقطة وما انت دارية بيها. عدوة مثل الحي الرقطة؟ من هي فصل؟ ما اقدر اقول لك من هي. اذا كنت تحبيني مثل ما قلتي لازم تعلميني من هي. انا صادقة بكلامي يا فطمة، صادقة. العشيرة كلها تعرف منها عدوتك، لكن أنا ما ودي تطلق من جوزك وأكون أنا السبب. هتطلق من جوزي؟ أنا اشتش بالله تعلميني منه. زين أعلمك، بس بشرط. وش هو؟ تحلفي لي يمين إنك ما تجيبي سيرتي قدام جوزك لا من بعيد ولا من قريب، وما تقولي إنك عرفت الحقيقة منفصل. عهدك إني ما أجيب طاريش لا من قريب ولا من بعيد. من هي عدوتي يا فصل؟ شومة. شومة؟ اي شومة مرت اخوي كايد. شومة، شومة حبيبة شاهر، وشاهر حبيب شومة. حتى تفهمي زين لازم اعلمك بالسالفة من اولها. تدري انه صار لي زمان واقف هان؟ اي ادري. يعني هالشي صار بعلمك؟ هي بعلمي. وإيش تقصد منها يا كايد؟ تريد تهيني؟ قيدك تعرف نفسك زين. أنت من؟ أنت مثلك مثل أي واحد بالعرب. هذا صحيح، وأنا ما أريد أكون أحسن منهم. إي زين زين، لعاد حين تذنب أجزيك الجزه اللي تستحقه.
يعني هالساعة انجزيتني وخلصت. هالساعة وين تعللت ليلة البارحة يا شاهر؟ ضروري تعرف وين تعللت. اي ضروري. زو ما عرف كل واحد من عرباني وين تعلل مع من مشى مع من قعد وش كلا، وحاسب كل واحد على عمله. وين تعللت يا شاهر؟ زين تعللت ببيتي مع عيالي. تجذب تعللت انت ومسعف ببيت سالم. الشيخ كايد يعرف كل شيء يصير بكل بيت من بيوت العشيرة. عمك عايد ما يريد الشيخة ولا يريد يرجع للديرة، وانطلبت من سالم يسلم الشيخة بدل عمك عايد، وسالم رفض. الدنيا ضاقت بوجهك ودك تشعل نار الفتنة يا شاهر. مشتهي تشوف الصديق يذبح صديقه والأخ يذبح أخوه، لكن الله سبحانه وتعالى خيب مسعاك وسود وجهك. لهالسبب لازم هجزيك الجزة اللي تستحقه بالدنيا، وباشر الله سبحانه وتعالى هجزيك بالآخرة. صايل؟ اي نعم يا طويل العمر. خذوا حلال شاهر ووزعوه على الفقراء والمحتاجين. تامر طال عمرك. بدك تقول شيء يا شاهر؟ ودي ارحل عن هالعربية يا كايت. وين بدك تروح؟ بدك تروح عند الشيخ هواش. وش اسوي عند الشيخ هواش؟ تحالف معه ضدي. لا يا كايت، مو من عواده تحالف مع الغريب ضد اهلي وديرتي. اسمع، ابليس للساعة مات يا شاهر. تروح من هان دغري لبيتك، وياك تطلع من البيت من غير اذني، وان خالفت امري غضب الله ينزل فوق راسك. انت اسمع، مع السلامه. شاهر تذكر انك ما انت احسن منهم. كايد طلب شومه تجوزها حين كان شهر بديرتكم. هالدلال اللي تدللته شومه والعز اللي شافته ببيتنا ما وحدة غيرها شافته، لكن من يوم فاتت بيتنا لليوم هي عابسة وحزينة. لا تضحك ولا تحكي، حتى الثوب اللي على بدنها ما غيرته، والغريب اللي يشوفها ببيتنا يظن انها خدامتنا. وانت شفتيها بعيونك. اي بالله حين شفتها ظنيت انها خدامتك. وبعدين؟ بعدين يا بنت عمي عرفنا بلاها. تاريها هويانا شاهر وشاهر هويانها، ومتواعدين يتجوزوا وحنا يا غافل الك الله. وكاد اخوك ما يعلم انها تحب شاهر قبل ما يتجوزها. بيش احلف لك يا فطنة حتى تصدق، العشيرة كلها تعرف بهالشي الا انا وكاي. ما ندري بي، الناس يحكوا بين بعضهم لكن ما يقدر يحجوا قدامنا. ما سالفة عجيبة. والعجب من هذا الحب اللي بين شاهر وشومة ما هو حب ظاهر. شلون يعني؟ شلون يعني؟ يعني كانوا يلتقوا بنصاص الليالي ورا البيوت البعيدة، وبالنهار يلتقوا بمكان خلاوي، وما واحد يدري وش كان يصير بينه وبينها غير الله سبحانه وتعالى. وكايد صار عنده علم بهالشي؟ وين قلبي على كايد وعلى قلبه الطيب. جوز المرة ما يدري بسوالف مرته الشينة إلا آخر الناس. مسكين مسكين كان يسألها ويقول لها علامتش علامتش يا شومة، ليه حزينة؟ وش بلاتش يا عيني؟ لا تصد ولا تفك. لكن حين دريت انشاهر رجع العرب قالت له أريدك تطلقني يا كايد.
أنا أحب شاهر وشاهر يحبني. أنا أكرهك يا كايد، ودياني أتطلق منك وتتجوز حبيب قلبي شاهر. عوذر مرة تقول الجوز هالكلام؟ أبدا ما صدق. معك حق ما تصدق، المرة الشريفة بنت نجاويد تموت ولا تقول الجوزة هيج كلام. جن هذه شومة، شومة اللي ما تخجل ولا تستحي. زين وش كان جواب كايد؟ كايد ودي يطلقها وما ظل براسه لا شرف ولا نخوة. زين اللي ما قتلها وابتلى بيها، عارها على ابوها يا خيه، ما هو علينا. وشاهر، شاهر يرضى يتجوزها عقب ما يطلقها كايد؟ فطنة، شاهر يا حبيبتي يحبها ويموت عليها. صدقيني يا فطنة، ودي تجوزها لو كانت مطلقة من 10 رجال. أنا اشتش بالله يا فصل، قلت الصحيح وما جدتك علي. فطنة يا بعد عين، ما هو زين الحل في يمين بسبب وبلي سبب. إذا ما تصدقي اسألي غير العشيرة، كلها تعرف بسالفة شومة وشاهر. علامك سكت يا بعد عين؟ هسا عرفت ليه شاهر ودياني ينكس لهل. شاهر ودياش تنكسي لهلج؟ فطنة وش كذب عليك وقالج؟ قال الخلاف بيني وبين كايد صار كبير، والنية مهي سليمة. وش يصير بحالش لو كايد حبسني أو قتلني لهالسبب؟ ودياش ترجع إلى هلج حتى تكون يعدهم بمان، ما ينشغل بالي عليك. كايد يقتل ولد عمه ويحبسه، الله أكبر. لو كايد ما هو ولد أبوه ما يسوي هالجرمة بولد عمه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. فطمة إياش ترجع لأهلك وتخربي بيتك بيدك، إياش يا فطمة. قلت له أبدا ما أرجع. قال إذا ما ترجعي بالهين ترجعي بالقوة وغصبا عن راسك. حمد لله يا بنت عم، حمد لله يا عين، حمد لله اللي عرفت نية شاهر بنفسك. الله يسامحك يا شاهر، ما دام انك تحب شومة وتموت عليها، ليه ظلمتني وتجوزتني؟ لا 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 يا حبيبتي، لا تبكي بعد عين، لا تبكي. بإذن الله ما تنظامي وانا معك، بس انا ودياك تعرفي ان الخلاف بين كايد وشاهر مو هو بسبب الشيخه. الخلاف بينهم سببه مكسوفه العمر يلي اسمها شومه. ابو شومه، يا ابو شومه. هانا شاهر. ها السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. يا هلا يا هلا شاهر، يا حي الله. تفضل فوت يا بدي. اهلا وسهلا. هلا بيك يا عم شومه. ايه شومه؟ نعم يبا، ضيفنا ينتظرك، تعالي بساعه. وش السالفة يا شوم؟ أنت ومرتك بخطر يا شاهر. كايد وده يقضى عليك، وفصل ودها تفرق بينك وبين مرتك. وانت يوبا شلون صار عندك علم بهالسالفة؟ سمعت كايد وفصل يحكوا بهالشي وعرفت وش بدهم يسووا. زين يا شوم، وش بدهم يسووا؟ شومة يا كايد؟ ما أدري وينها، ما شفت حين طلعت من البيت. وشلون ما تدري وينها؟ وأنا قاعد أنطرها، ولا ما عندي لا شغلة ولا عملة غير شومة.
من اليوم ورايح لازم تنطرها، ولازم انت تعرف كل خطوة خطتها. ليه كل هالشي؟ لنا رجال بشوارب ما نحاسب لهم حساب ولا خايف منهم، بدي احسب حساب حرمة. نسيت نشاهر بالعرب. وش تقصدي بكلامك يا فصل؟ جت ببالي افكار ما تجي ببال ابليس. من هالراجل؟ السلام عليكم. شواح. ايه. شلون شغلك اليوم؟ خيرات الله يا طويل العمر. اها. وش علوم العرب؟ كل شيء زين، الناس ملتزمين بيوتهم واشغالهم ويدعوا لك بطولة العمر. زين، يعني ما بي شيء جديد. ايه لا بالله بيه. ايه. بيه علوم تهمك انت كثير. هتقول. ان جماعة بيت سالم. ومن هم من جمعين؟ شاهر وسالم وشومة. شومة مرتي؟ اي بالله مرتك يا طويل العمر. شواح عرفت شي يا شواح؟ اي سمعت شومة تقول لشاهر انه الشيخ كايد وده يقضي عليك وفصل ودها تفرق بينك وبين امرتك. خاينة. ابدا ما تراجع يا ابو شومة، انا على حق وكايد على باطل، والباطل عمره ما فاز على الحق. ما ادري من ويش خايف يا عم. ما ظل شي نخاف عليه، حلالي وحلالك انت، وحلال كل رجل بالعشيرة قال كلمة حق انتها. الناس محبوسين ببيوتهم عميان وطرشان، ويا ويل منهم يغلط بكلمة، عصا كايد تسلخ جلده. ايه للساعة الخير قدام يا عم. ما يطلع بيدنا تسوي شي يا مسعد، العين بصيرة واليد قصيرة يا ولدي. العين بصيرة واليد طويلة يا عمي، وحين تريد تنصر الحق على الباطل والنية سليمة، الله ينصرك وياخذ بيدك. ما ادري من ويش خايف يا عم، قولها بصراحة. وكاد خايف على بنته. يا جماعة الخير يا الربع، بنتي قالت لي كرامتك يبا فوق كل شيء، نموت ولا نحطها واطية الكايد. وانا لو طوعت كايد ومشيت على هوا عقله ما كنت انحبست ولا حلال انتهت. لعاد من ويش خايف؟ خايف على سمعتي بين الناس، خايف يقولوا سالم غدر جوز بنته وخان العيش والملح حتى يشيخ على عشيرة. الناس تهموك بالغدر والخيانة واخلصوا يا عمي، انت خنت مانت الشيخ عواد وغدرت بيه. الشيخ عواد شال الأمانة من رقبته وحطها برقبتك، وباكر الله يحاسبك على كل مظلوم مظلوم وكايد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا معك، وش تطلب منا ساوي؟ وإذا ننفذ وصات الشيخ عواد غصبا عن راس كايد. زين ننفذها. شلون ننفذها وما ظل بالميدان غير أنا وانت؟ أنا ننفذها لحالي، أنت تظل قاعد ببيتك الحين الطلب. انت غايبة يا شوم. الخاينة كانت موعدة شاهر يا كايد. موعدة شاهر من وراي مريم تخنيني ودوس اشرفي بالوحل يا شوم. ما عاش اللي وده يدوس اشرفك يا اخوي. عارها على حيط ابوها ما هو علينا. الغدر والخيانة معزوني بدمكم انت وابوك. ابوك كلا عيش وملح وخاني، وانت بعد ما شفقت عليك تجوزتك تخليني مع كلب مثلك. يا ويلكم من الله على التهمة الباطلة. عرض الله اموت الف ميتة ولا افكر بخيانتك ولا مرة واحدة يا كاهد. جيتة واحدة زيادة عليك يا كلبة. على هونك يا كاهد، على هونك يا اخوي. تسكين اذبحها واشرب من دمها الخاينة. تذبحت كلبة وتنجس ايدك بدمها يا كايد؟ لا يا اخوي لا، طردها من بيتك، بيت ابوها اولى بيها، خلها تروح تنجس لحية ابوها. امشي يا كايد، امشي يا اخوي امشي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله العظيم. تقبل الله يا ابو شومة.
منا ومنك الشواح، ليه وقف عندك؟ فوت وقعد يا ولدي. ايه لله مستعجل، الشيخ كايد يريدك بالشج بالحال. عسى خير ان شاء الله. العلم عند الله وعند الشيخ كايد. ايه ان شاء الله خير. يا الله يا ميسر الامور يا الله يا رب. مساء الخير يا صاحبي. مساء الخير. الشيخ كايد ها؟ اي اتنا شوي. مساء الخير شواح. اسمع يا سالم، احنا بينك وبيننا عيش وملح وعشرة عمر، اذا تنكر هالشي انا ابدا منكره. عاوزه شلون اخونا العيش والملح وانسى عشرة ايام وسنين عشناها سوا؟ مرحوم ابوي كان يعتبرك من اعز اصحابه، وانا كرمال خاطر ابوي ما اريد افضحك بالعرب، بدي اكون خير منك. من المعروف يضيع معك عند الله ما يضيع شيء يا سالم. ما فهمت قصدك، وش تعني بكلامك يا كايد؟ انا الشيخ كايد. وش تعني بكلامك يا شيخ كايد؟ بنتك شومة علامها بنتي، تاخذها وتمشي بالحال، وما ودي اشوفها بعد اليوم طول حياتي. طال عمرك اذا بنتي مذنبة حاسبها على ذنبها، انت جوزها ويحق لك تحاسبها على غلطتها. وليه حاسبها وابتلي بيها؟ البنت انعابت عارها على اهلها ما هو على جوزها. انا اقدر اعلم العشيره بفضيحه بنتك يا سالم، لكن ما يهون علي فضيحتك. تاخذ بنتك وتمشي بالحال وعسكت. حزب الله من الشيطان. فضيحة ويش؟ فضيحة شاهر وشومة. شومة تواجه شاهر من وراي من غير علمي، وتختلي معه ببيتك يا سالم. شاهر وشومة يتلاقوا ببيتي ويختلوا ببعضهم؟ خاف الله يا رجل، هذه تهمة باطلة، واللي نقل لك إياها عدو ما يخاف الله. عجيب عجيب يا سالم، حتى انت تجذب ما تستحي على شيبتك. أنا أجذبك أيد؟ شومة وين كانت اليوم؟ كانت عندي بالبيت. ايش كانت تسوي بالبيت؟ طبخت لي وغسلت لي هدومي. وبعد ما طبخت لك وغسلت هدومك جا شاهر وقعد معها بالشج. ايه صحيح، بس ويش يا سالم؟ بس انا ومسعف كنا قاعدين. وشومة وش قعدها معكم؟ قهوتنا وانكست لشغلها. تجذب تجذب، كنت تامر علي وعلى اختي يا سالم. حنا نتامر عليك وعلى اختك؟ ايه انت غشيت وكذبت علي من اول الدرب يا سالم. شلون غشيتك؟ شاهر وشومة هوانين بعضهم من زمان، وانت تعرف هالشي يا سالم. اسمع يا كايد. انت اللي تسمع. حق عليك كبير يا سالم، كان لازم تعلمني بالحقيقة قبل ما اطلب بنتك. كايد ما تعود ياكل فضلات غيره. اسمع يا هداك الله، انا ما اريد ادافع عن بنتي واقول انها طاهره وشريفه، العشيره كلها تعرف هالشي، وانت واختك تعرفوها زين. شاهر كان يريد يتجوز شومة على سنت الله ورسوله، مثله مثل اي رجل تعجبه بنت من البنات يطلبها ويتجوزها، لكن الجيزه قسمه ونصيبه طويل العمر. شاهر ما كان له نصيب بيها، كانت من حظك ونصيبك انت. اليوم اللي تجوزت بنتك بيه كانت اشبر مصيبه وقعت على راسي. لبستني ثوب العار بالجيزه هاي. لحد هانو بس ترى كايد، انا عارف الحقيقه من اولها لتاليها. ها حقيقه ويش يا سالم؟
انت ما تجوزت بنتي حتى تكون راعية البيت اكون مع عيالك، انت جوزتها حتى تهينها وتذلها. لكن يا حسيفة، ما عرفتني وياك وانت واختك غير بعد فوات الاوان. وليه هذلها وهينها؟ خايف انها تاخذ مني الشيخة. انا اقول لك ليه، اختك فصل تحب شاهر وتموت عليه وعملت المستحيل حتى يتجوزها، لكن شاهر رفض لانه ما يحبها، وحين يأست منه جوزتك شومة وانتقمت منها وانتقمت من شاهر، وهالشي تم بعلمك ورادتك طويل العمر يا شيخ كايت. والحين بعد ما وصلتوا لغايتكم ودكوا تطردوا بنتي وتخلصوا منها، زين يا ولدي لو رجل طلقها بالمعروف، بس لا تتهمها تهمة باطلة، الله شاهد وموجود على كل شيء، ولاسبد مناقف بين يديه كلنا يوم القيامة ونتحاسب على كل كلمة قلناه. لو رجل غيرك قال هالكلام عز الله غير قص لسانه. أنا ما اتهمتها بشي عاطل، ولا قلت إنه بينها وبين شاهر شيء ما يريده الله، قلت إنها تحبه ولليوم تحبه، والدليل إنها تسعى تطلق فطنة منه فصل ما تسمح لشاهر يتجوز مرة غيرها طول ما هي عايشة، والأيام المقبلة تثبت لك هالشي يا شيخ كايد. طع برا، مشوا انت بنتك من هان، طع برا. طالع جهنم الحمرة وراكم. لا تخالفيني يا فطنة، أنا قلت ليش لازم ترجع على هالش، يعني لازم ترجعي. وأنا قلت لك مرجع ولو قطعت الحمي، أنت هلي وهان بيتي، أبدا مرجع يا شاهر. يا بنت الحلال يا بنت الأوادم، قلت لك مرة وثنتين وثلاث، الأخلاف بيني وبين كايد كل يوم يزيد يوم عن يوم، اليوم نهب حلالي وباكر ما أدري وش بده يسوي بي، وأنا خايف إن صار لي شيء تنهاني وتنذلني من بعدي. وأنت تظن إني مصدقة هالكلام يا شاهر؟ أنت مصدقة كلامي؟ يعني أنا قاعد أكذب عليك؟ أنا عرفت السالفة كلها يا شاهر من أولها لتاليها. عرفت السالفة؟ سالفة ويش؟ الخلاف بينك وبين كايد مو هو عالشيخة، وما انت خايف على الناس وتريد تخلصهم من ظلم كايد. العاد عويش الخلاف بينه وبينه؟ الخلاف سبب شومة. شومة؟ شومة؟ بطلت تعرف من هي شومة؟ شومة حبيبة قلبك، مرت الشيخ كايد، شومة اللي كنت علل معها ورا البيوت لوجه الصبح. حد بالله من الشيطان، مين قال لك هالكلام يا فطنة؟ أقول الحقيقة يا شاهر، كايد ودي أطلق شومة، وانت ودك ترجعني لأهلي مشان تجوزها، لكن والله ما خلك تفرح بشومة وبي روح. حد بالله من الشيطان، وش هالكلام اللي تقليه يا فطنة؟ هالعشيرة كلها تعرف السالفة، قصة حبكو يعرفها الصغير والكبير. الله يسامحك يا شاهر، مدام انك عشقان وتحب شومة وتموت عليها، ليه تظلمني وتتجوزني وسويت معك عاطل؟ حذ بالله من الشيطان، حذ بالله. انت وين رحت اليوم؟ وردت العين نكست البيت. ومن التقيت على عين؟ بنت عمي فصل؟ لا شفتها ولا شافتني. لا بالله ما قال هالكلام غير فصل. سالم يقول اخت تحب شاهر تريد تجوزه، وشاهر ما يريدها ولا يحبها. يطلع من الصادق بكلامه ولا اتهم اختها التهمة حتى ينتقم لنفسه ولبنته وده عارف الحقيقة؟ وش رأيك يا صايل؟ وكاد سالم يكذب، وقصده من هالحكي انه يرمي البلاء بينك وبين اختك. لا يا صايل، ليه اختي جوزتني شومة؟ جوزتك شومة حتى ينقهر شاهر ويرحل عن الديرة؟ لا يا صايل، حتى تفرق بين شاهر وشومة
تنتقم لنفسها منهم. يهدك الله، لا تخلي الشيطان يوسوس لك بهالافكار السوداء يا طويل العمر. لا لا، ما هي افكار سوداء. تذكر يوم شاهر نقص من سفرته؟ اي اذكر. كنت ولدقت له، اختي اعترضتني وتركتني قتله وتركتني طرد من العرب. صحيح. اي بس يجوز على هونك بعد ما خلص كلامي. اتواخذني يا طويل العمر، تفضل تمم حديثك. تقدر تقول لي يا صايل لا يا اختي ولا تطلق فطنة من شاهر. ولا تطلق فطنة من شاهر؟ ايه، هذا دليل ثاني على ما تحبه وما هي قادر تشوفه يتجوز غيرها. لله يا طويل العمر، لله لله، ما صدق هالكلام. فصل بنت عاقلة وتفهم. مستحيل تحب عدو أخوها، مستحيل. كيد النسوان يخوف يا صايل، بس بدنا يوم تظهر الحقيقة وأنا أعرف شغلي. بس يا بنتي بس، ما تركتي شيء وراك يستاهل انك تبكي عليه. على من قاعده تمشي؟ على كايد اللي حطتش خدامه ببيته، ولا على اخته اللي خلت عيشتك اسود من القطره؟ شكر الله اللي خلصتش من مكايدهم ونواياهم الخبيثه. الحمد لله بيت ابوك مفتوح وحلنا بالخير يا بنتي، وطول ما انا حي ما تنظاني باذن الله. طال عمرك جيب خوفي عليك وعلى نفسي من الفضيحة. ربي يشهد على كلامي إني ما يمخن الجوز لا منظري ولا بأفكاري. والله يشهد إني أخلصت له وخدمته وخدمت أخته وما يوم قليت ولا جطيت. أدري يا أبو، أدري، وأنا عارف إنك مظلوم متهومة مضاف، وهنيالي المظلوم هو عند ربه. الله موجود يا بنتي، وحي شاهي ضيع حق مظلوم. لا اله الا الله. يبا انت عارف الحقيقه، بس الناس ما هم عارفينها. باشر قاعد فصل يفضحوني بالعرب. اخي يبا ليتني مت وما عشت لهاليوم. على هونك يا شو، على هونك يا بنتي. امسح دموعك واسمعيني زين. اسمع تفضل يبا. كايد ما يقدر يتهمك بشيء قدام الناس، وما يسمح لاخته تحكي هالسالفة قدام بني آدم. ليه ما يقدر؟ خايف منه؟ لا ما يخاف منه، يخاف على سمعته. كايد لو فضحك يفضح نفسه بالعرب. لحد وش نيته؟ وش يقصد من الشيء اللي سواه؟ أنا المقصود يا بنتي، كايد طردك من بيته حتى ينتقم مني أنا. وصوابه بيخاف يا الصدر دافي، هو المبزم كنه من السكر اليذاب، بهواها يا ناس ما عاد السر خفي. ولا عاد عن فرقة عشير يا غافل.
والعماق ولا عاد عن فرقه عشير يا غفاي قتلتني بريش العين الشاب صوابها بخاف يا الصدر دافي دافي المبسم كنه السكر اللي ذاب بهوى فصل ما عاد السر خافي. شلون وصلتك القصيدة يا صاحبي؟ طال عمرك من رجالنا اللي كانوا قاعدين مع حايف يوم قصدها. كل كلمة تنقال بالعرب تاصلني وانا انقل لك اياها. من هم الرجال اللي كانوا قاعدين معه حين قالها؟ كثار يا طويل العمر كثار، بيهم الصديج وبيهم العدو، وان كنت ودك توكد من كلامي اجيب لك اياهم كلهم. هذه فضيحة يا صايب. بل عوننا فضيحة هي طويل العمر، باكر تلقى القصيدة على لسان كل حرمة وكل رجال بالعرب. الكل بعايف كيف تجره يذكر اسم اختي على رأس لسانه؟ كيف تجره يذكر اسم اختي قدام الناس؟ قلت يدب حيشاك الكل استهلك طال لسانه. هذه ما هي أول مرة يسويها، من زمان هو يقول قصايد يوصف اختك بيها. من زمان هو يوصف اختي بقصايده؟ اي بالله من زمان يا طويل العمر، لكن ما كان يذكر اسمها، كان يعنيها بالكلام بس. شلون عرفت يا صايد انه كان يعني اختي ما يعني غيرها؟ اسمع يا صايد، ما بيدخان بلا نار وكل شيء له سبب. ما فهمت وش تعني بكلامك طال عمرك. بي شيء تعرفه وانت مخبيه عني يا صاي. مثل وش؟ بي بين اختي وحايف شيء. ما عندي علم بشيء. لا تجذب يا صاي، لا تجذب علي، كل الناس قاعدين يشتبوا علي، حتى اختي قاعد تجذب علي. وان كان انت ودك تجذب علي معناها مضى الواحد يحبني ويخلص لي، وساعتها يصير موتي خير من حياتي. سلامتك من الموت يا طويل العمر، سلامتك من الموت وروحي فداك. حياك الله يا صايل. حياك الله. اختي تحب حايفة صايل. زين يا طويل العمر، ودي اعلمك الصحيح. علمني يا صايل. هذا حايف طال عمرك هو اللي يحب فصل وطمعاني تجوزها، لكن هي ما تحبه ولا هو ببالها. وكاد يا صايل. اي وكاد يا طويل العمر، وكاد. بليلة من الليالي كنت قاعد اتعلل عندك، ويوم انطلعت والقالك حايف يحوم حوالي البيت، يوم حست بيه فصل طلعت وطردته مثل ما تطرد الكلب حيشاك. بعدين وش صار؟ بعدين طال عمرك غضبت حايف ونصحته وحذرته وقلت له ابعد عن فصل يا حايف، ابعد عن النار أخير ما تحرقك. فصل انت جاويد، اخت الشيخ كايد اللي ياكل راس الحية، لكن ما سمع كلامي وركب راسه. بارك الله بيك يا صايل، بارك الله بيك. بس ليه ظل ساكت طول هالمدة ما علمتني؟ طال عمرك قلت بيني وبين نفسي اللي بيك مكفيك يا طويل العمر، وانا أنصح حايف وحذره يبعد عن فصل، بل معروف والكلمة الزينة، لكن طال عمرك ما قسيت عليه لأنه شاعر ولأنه ضيفك.
لكن الحق عليك يا طويل العمر وانا لومك بالحال يا الشيخ. ليه تلومني يا صاحبي؟ اي انت يا طويل العمر انت اللي احترمته ودللته اكثر من اللزوم. يوم انت قعد اتقعده جنبك، يوم انت تمشي يمشي معك، اللقمة تطعم اياها بيدك، حتى حباتك الحرير شلحته ولبسته اياها، حتى طمع بيك وتطاول عليك. احنا كنا بحاجته يا صايب، لكن الحين بعد ما عصرناه وقال كل شيء عنده لازم اتخلص منه. شلون يا طويل العمر؟ مهلنا فكر بالموضوع يا صايب. فصل يا نور عيني. في دقة هالقلبي تقول فصل. وين ما قعدت وين ما لديت أشوف إيش واقفه قدامي. أنا قبل ما أشوفك كنت الجرح يابسة، كنت أرضى بلي ربيع، كنت غدير بلي مية. يوم شفتك وحبيتك الشجره صارت خضرة والأرض صارت ربيع والغدير فارت ميت. يا زين كلامك يا حبيب، بس يا حسيف حبيبتك بعيدة عنك بعد السمع على الأرض، عمرك ما راح تطولها ولا تفرح فيها. البعيد البعيد يصير قريب على العاشق. أريد أصل حبيبتي ولو كانت نجمة من نجوم السماء. كافي كافي تحرق روحك تركض ورا السراب. أنصحك يا حايف، أنصحك ترحل عن العرب وتنساها، عسى الأيام تشفي جروح قلبك. ولا ما أقدر أبعد عنك وانساك يا فصل. أنت الروح وأنا الجسد، والجسد ما يعيش بلي روح. ودك ياني أموت يا فصل. سلامتك من الموت. أنا ودي إياك تعيش والناس يسمعوا قصايدك الزينة بكل مكان. أنت قصايدي الزينة وأنت الكلمة الحلوة اللي أقولها للناس. وإن غبتي عن عيني اتعتم حياتي والسير ليلة ظلمة غاب قمرها يا فصل. كافي كافي تعذب روحك وتعذبني معك يا حايف، كافي. لازم تعرف الحقيقة، لازم. حقيقة ايش يا فصل؟ اخوي كايد كذب عليك، اخوي كايد ما يتجوز اخته. عيشتك بالله لا تغلطي وتقوليها يا فصل. إن كان أخوك وده جوزك الرجل المشهور بالعربان أبد ما يلقى خير مني. أنا شاعر البادر، الناس يحترموني واسمي على كل لسان، وبكل مكان ألفي بيه ألقى العز والجاه. وإن كان وده جوزك الرجل غني ما يلقى أغنى مني بكل عشائر العرب. وين غناك يا مسكين؟ وين؟ انت رجل لا من وراك ولا من دونك. انا غني بحبك يا فصل، مال الدنيا وحلالها ما يعادل حبك. المال يفنى وروح، لكن الحب يظل عايش للابد. هذا الكلام ما يفهم أخوي ما يحب غير المال والجاه. ها؟ ما عليك يا فصل، أنا أعرف كيف أقنعه. المهم إنك تكون أنت موافقة. زين يا حايف، روح واجه أخوي وذنبك على جنبك. Thank you.
موسيقى